سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. الحارس العملاق عبد العالي العقيلي هو أحد عمالقة حراس المرمى في ليبيا منذ مطلع الخمسينيات، حيث تألق وبرع مع فريقه الأهلي ببنغازي، وكان أول حارس لمرمى الأهلي، ثم دافع عن شباك منتخبنا الوطني في ثاني ظهور له وفي مشاركته العربية الثانية في الدورة العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1957، وهو أول مدرب وطني يتولى تدريب وقيادة فريقه الأهلي في أول ظهور له في ملاعب الدوري الليبي لكرة القدم في نسخته الأولى عام 1963. وعبد العالي العقيلي من مواليد مدينة بنغازي عام 1930، بدأت علاقته بكرة القدم عندما التحق بمدرسة الأميرة الابتدائية عام 1945، وبسبب نبوغه وموهبته الفطرية المبكرة تم ضمه إلى منتخب المدرسة ليبدأ رحلته مع مركز حراس المرمى. ومن أسباب اختياره لهذا المركز المهم والصعب إعجابه الشديد بحارس المرمى القدير محمد الدريزة الشهير بكومبي. ساهم مع فريقه الأهلي ببنغازي في التتويج ببطولات بنغازي وبرقة والمحافظات الشرقية، واستمرت مسيرته كحارس مرمى بارع لفريق الأهلي ببنغازي حتى مطلع الستينيات، ليتفرغ لمجال التدريب بعد أن تلقى عدة دورات تدريبية متقدمة، وقاد فريقه الأهلي ببنغازي لإحراز العديد من البطولات والألقاب على مستوى المحافظات الشرقية، كما تولى تدريب الفريق الأول طوال مواسم الستينيات في الدوري الليبي لكرة القدم، حيث قاد الفريق لأربع مواسم متتالية حقق خلالها نتائج باهرة وعروضا قوية، وقدم للملاعب أبرز نجوم الأهلي في تلك المرحلة الذهبية الزاهية التي ضمت أسماء كبيرة أبرزها مصطفى المكي وقعيم ومحمد العفاس ومحمد الشريف وعلي أبو عود وبن صويد والخطيطي وناجي المعداني والحشاني. تولى الراحل عبد العالي العقيلي مهمة الإشراف على أول مدرسة للناشئين الصغار التي خرجت وقدمت العديد من نجوم الكرة الليبية ومع المنتخب الوطني الأول. ويعد الحاج عبد العالي العقيلي رائد فكرة الاهتمام بالناشئين، حيث أسس لقاعدة من الأشبال وإعداد نجوم للمستقبل، حيث أسس وساهم في تكوين أول فريق ومدرسة للأشبال بالنادي خلال أواخر الخمسينيات، استمرت لسنوات طويلة وانتشرت فيما بعد في كل الأندية وأصبح لها منافساتها ومسابقاتها الرسمية. شارك كحارس مرمى لمنتخبنا الوطني لأول مرة عام 1957 بالدورة العربية الثانية ببيروت، وخاض أولى مبارياته الدولية رسمياً في البطولة أمام المنتخب التونسي، واختير لأول مرة كمدرب لمنتخبنا الليبي الأول عام 1968 كمدرب مساعد للمدرب الجزائري لمنتخبنا الوطني مختار عليبي في تصفيات بطولة أمم إفريقيا عام 1967 في مبارتي منتخبنا أمام المنتخب المصري، ثم مدرباً مساعداً للمدرب اليوغوسلافي ميلين برفقة زميله المدرب علي زجوزي في أول ظهور لمنتخبنا ضمن تصفيات كأس العالم المكسيك أمام المنتخب الأثيوبي، كما تولى تدريب المنتخب الوطني في دورات الإجلاء، وقاد منتخبنا في هذه الدورة لأول انتصار تاريخي على حساب المنتخب المصري بثلاث أهداف لهدفين، وتولى قيادة وتدريب المنتخب الليبي في ثاني ظهور متوسطي لمنتخبنا في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر عام 1975، وقاده لتحقيق أول انتصار متوسطي على حساب منتخب اليونان بهدف لصفر. وتولى قيادة منتخبنا في مباراته أمام المنتخب المغربي ضمن تصفيات دورة الألعاب الأولمبية، وعمل برفقة زميله المدرب محمد الخمسي لمنتخبنا الفائز والمتوج ببطولة الدورة الإسلامية بتركيا عام 1980.
قدم للملاعب أبرز وأشهر حراس مرمى كرة القدم الليبية، أشهرهم إبراهيم المصري وعلي أبو عود والفيتوري رجب ورمزي الكوافي، وجميعهم برزوا وتألقوا ودافعوا عن شباك منتخبنا الوطني لكرة القدم لسنوات طويلة. كما عمل في مجال الإدارة وتولى العديد من المناصب القيادية بالنادي الأهلي الذي يعد أبرز رموزه ومؤسسيه، والذي قدم له الكثير منذ مراحل تأسيسه الأولى حارساً عملاقاً ومدرباً قديراً وإدارياً ومربياً ومعلماً وقدوة في التفاني والعطاء والإخلاص، وساهم في تقديم وبروز واكتشاف العديد من نجوم الأهلي والكرة الليبية.